يقولون إن الصحة تاج على رؤوس العقلاء، مقولة طالما سمعناها مرارا وتكرارا، ولكن أية صحة هم ينعتون، أي تاج هم يقصدون؟ صحة جسدي في غذاء أكلة، وما المانع؟ فرسولنا صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأكل حاجتنا لكي نتقوى على طاعته. ماذا عن صحة عقلي؟ ماذا عن صحة غذائه؟ غذاؤه كتاب ربي، أسقيه منه حتى أرتوي من فيض معانيه السامية، ومن نبل نصائحه، ومن مواعظ قصصه. سأسقي فكري منه، ولعلي لا أرتوي حتى أظل متعلقة بكتاب ربي ولا أتركه. ماذا عن غذاء لساني؟ أيكفيه ما أتذوق من شتى المأكولات، أم يكفي نطقي بما أعرف وما لا أعرف؟ صدق ربي حين قال في كتابه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.